خليني أزيدك من الشعر بيت ويمكن تضحك وما تصدقني. لا أصدق ونص. أنا أول ما تلقيت الدعوة للاستضافة في البرنامج طبعا كانت حلم، أنا ما كنتش مصدقة أصلا. احنا متشرفين بيكي والله. آه والله تسلم، الشرف لنا. فأول حاجة المعد قال لي أنت هتبقي ضيفة على التلفزيون المصري. ماشي حلو، احنا دلوقتي تشاتنج. تشاتنج ماشي. ماشي. بعدين قال لي انت هتحلي ضيفه على البرنامج ان شاء الله. ماشي ماشي. بعدين يعني لغايه دلوقتي انا ببتسم. ايوه. بعدين قال لي هتكوني بضيافه الاستاذ الاعلامي المعروف يوسف الحسين. كشرتي على طول. ايه الغلس؟ لا يا هو يا شوف هو ما مش كشرت قوي يعني، بس انا لان عارفه حضرتك انا كنت لا 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 مش كشرت بمعنى وحش، بس انا عارفه حضرتك. انا مسميه حضرتك ثعلب الاعلام يا دين النبي، لان لان حضرتك ما شاء الله يعني محاور يا ستي. الله يخليك. مفوه. الله يخليك. والكلمه عندك حاضره. الله يخليك. ما بتستلفش التعبيرات، انت انسان طبيعي وما شاء الله الكلمة عندك دفق يعني من العقل إلى اللسان على طول. الله يخليك. فبسم الله ما شاء الله هذه ملكة من الله سبحانه وتعالى لحضرتك. نعم يعني. من ربنا سبحانه وتعالى. فديت الرابعة بقى لما قال لي إن اللقاء هيكون في مسبيرو. عارف إحساس جميل ده. عارف مسبيرو دي بالنسبة لي إيه؟ والله ما حتصدق. قول يا ستي. شوف، فاكر فيلم صغيرة على الحب؟ طبعا بتاع سعاد حسني. سعاد حسني ورشدي أباظة. تمام. خبر أبيض. أنا طفلة لما كنت بتفرج على الفيلم ده. أي. وكنت بشوف سعاد حسني وهي بتنزل بتحاسب التاكس وتروح على مسبيرو عشان تشوف رشدي أباظة. أه. أقسم بالله أنا حافظة شكل التابلو والاستوديوهات والكاميرات والنجوم، فارتبط في ذهني مسبيرو الانتيريور بتاعه يعني الجمال النجوميه. كلنا كده. اه والله مرتبط بالنسبه لنا مسبيرو. ما انتش قد الحب يا قلبي. أيوة. ولا قد حكاياته. سمير غانم بقى الله يرحمه بقى ونور الدمرداش العظيم الله يرحمه هو خطيبها بقى وبيحاول يخش. أيوة. مسبيرو علشان يطلع بالظبط. ف ده كان الحلم منذ الصغر اني اشوف مسبيرو. ماشي. كبرنا بقى، دارت السنين واتجوزنا وفتحنا اليوتيوب شانل. أيوة. وبديت ألف وأصول وأجول في مصر ومسبيرو هنا موجود. ما تنساش دقيت الباب أكثر من مرة إني أشوف لي واسطة يسمحوا لي أدخل مسبيرو. طبعا إحنا نقدر التشديدات الأمنية لها دوافعها وأسبابها وإحنا نحترم القانون، لكن يعني هي في قلبي. المهم بعد ما قفلت في وشي رحت حطيت إكس. الكلام ده السنة اللي فاتت. شوف والله العظيم يا غارس محبة يا حاصد محبة، يا غارس محبة يا حاصد محبة، لما تغرس الخير ما تحصد غير الخير، وعندي ربنا سبحانه وتعالى ما يضيع الخير. طبعا أنا أحب هذا البلد إلى درجة الجنون. أنا بختلف مع بعض المصريين لما نشوف حد يجرح ولا يلمس من بعيد على البلد. حب مصر ملوش جنسية. حب مصر مش لازم أكون مصرية عشان أحب مصر. مصر وطن الأوطان. مصر هي البلد الوحيد بالعالم اللي تسيب بلادك وتروح تقعد فيها ما تحس إنك غريب، ما تحس إنك أصلاً سبت بلدك. أنا لي أحباب في مصر هني أكثر من الكويت بلدي. أنت بتقول إيه؟ ده شعر يا جماعة.